السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم سامي السويدي. بتكلم عن أول 10 جولات من الموسم الثاني لنادي العين، شو اللي قدمه المدرب بيدرو، وكم النقاط اللي حصلنا في أول 10 جولات. هذه النتائج في أول 10 مباريات للجولة أو الموسم الثاني: تعادل ضد خلفكان، خسارة ضد شباب الأهلي، فوز على الشارجة والفجيرة، وخسارة الظفرة، تعادل الوصل، فوز على الوحدة، خسارة ضد بنياس، فوز على عمان، وخسارة ضد النصر. 14 من أصل 30 نقطة. كان بالإمكان أفضل مما كان، كنا نقدر نحصل نقاط في بعض المباريات، بس كنا نقدر نطلع أحسن من شيء. بس مثل ما قلت إن المفروض المدرب كان يلعب بأسلوب مختلف، فكانت في أخطاء فردية من لاعبين، وكانت في أخطاء تكتيكية من المدرب. كنا على الأقل نقدر نحصل 21 نقطة من أصل 30 نقطة في مباريات. ما أقدر أقول إنه يعني كنا نقدر نطلع بنتيجة أفضل. ضد شباب الأهلي كان أداءنا سيء، في آخر 5 مباريات كان الفريق جيد، وكنا نقدر نطلع بنتائج أفضل من شيء، ولكن المدرب ما عرف كيف يتعامل في هاي المباريات وفي هاي السيناريوهات. ومثل ما قلت في أخطاء فردية هي اللي أثرت على الفريق في آخر 5 مباريات. الحين بتكلم عن الأهداف. العين سجل 18 هدف واستقبل 16 هدف. أسلوب لعب الفريق، المدرب كان يعتمد بأسلوب 4-2-3-1 في أول 5 جولات. في أول 5 جولات سجلنا 9 أهداف واستقبلنا 10 أهداف. 10 أهداف وسجلنا 9 أهداف. أكثر الأهداف اللي دخلت علينا في مباراة الأهلي أو شباب الأهلي من خطأ تكتيكي أو خطأ في على مستوى خط الدفاع. كان خط الدفاع كان متجدم، الباكات كانت تتجدم. الخطأ هذا تكرر معانا 5 تقريبا من أصل 10 أهداف في أول 5 مباريات. عقب الفريق تحسن في أسلوب لعبه في المباريات الخمس الثانية. هي النتائج مثل ما هي: تعادل، خسارتين، وفوزين في أول 5 مباريات والمباريات الخمس الثانية. مثل ما تلاحظون 5 مباريات اللي بعدها حققنا نفس النتائج: تعادل، خسارتين، وفوزين، بس كان في تحسن في النواحي الدفاعية. دخل علينا 6 أهداف وسجلنا 9 أهداف، ولكن استقبلنا هني 6 أهداف. شو اللي تغير؟ خلونا نشوف الأخطاء. أول شيء خطأ في التغطية، أخطاء فردية، 4 أخطاء فردية وخطأ من حارس المرمى. يعني ما في أخطاء من تكتيكية إن الخط الدفاع يكون متجدم والباكات تتجدم. الأخطاء أو الأهداف اللي سجلت علينا كلها من أغلبيتها من أخطاء فردية. الأهداف اللي سجلناها في 2 من لعبة جماعية، يمكن هاي الأهداف ما سجلناها حتى في أول 5 مباريات. 2 من عرضية، وهدفين أو 3 أهداف من مجهود أو 4 أهداف من مجهود فردي، وهدف من خارج المنطقة. بس نلاحظ أن هني اللعب تحسن في جماعية في اللعب. العرضيات كان يعني كانت العرضيات أو الأسلوب اللعب كان يعتمد بشكل كبير على العرضيات في أول 5 مباريات، بس في المباريات الأخيرة ما قمنا نشوف يعني أو ما يعتمد المدرب اعتماد كلي على العرضيات في تنويع في اللعب. فهالشيء جيد. ليش؟ لأن المدرب غير أسلوب لعبه من 4-2-3-1 إلى 4-3-3. 4-3-3 أول شيء في النواحي الدفاعية، 3 وسط يساندون الدفاع. والشيء الثاني، بس في مشكلة، ما زال المدرب يجدم، قبل كان يجدم الباكين، الحين
يقدم باك اليسار، فنقطة الضعف نادي العين باك اليسار. في النواحي الهجومية لاعبين من وسط يساندون المهاجم، فتصبح يعني في كثافة هجومية بهالأسلوب أو بهالخطة. فأنا بالنسبة لي التشكيل المثالي 4-3-3 في حرس مرمى خالد عيسى، في خط الدفاع سعيد جمعة، محمد شاكر، شيوتاني ورافائيل، ولاعب الارتكاز يحيى نادر، في خط الوسط بندر الحبابي، فهد حديد، كايو وإريك، وفي الهجوم لابا. ليش غيرت خط الوسط؟ خط الوسط في الدفاع أنا أشوف مهند في المباريات الأخيرة بصراحة يعني أخطائه كارثية، فخلي يستريح. في خط الوسط بدل اللاعبين الشباب، بصراحة اللاعبين الشباب ممتازين ولكن ما عندهم خبرة، تألقوا ضد عمان، ضد الوحدة، بس في مباريات نحتاج لاعب يقدر يخلص، يعني يت فرص لهاللاعبين، يتلم فرص ما عرفوا كيف يستغلون الفرصة، ما يعرفون يتصرفون، في كرات طايشة من لاعبين خط الوسط. فأتمنى يختار المدرب أفضل لاعبين، واللي يعتمد هو دائما يلعب بخطة هجومية وبأسلوب هجومي، يلعب هاللعيبة. فهد حديد في مباراة الوحدة بدع، كان يساند خط الدفاع، كايو نفس الشيء، المفروض هاللاعبين يساندون المهاجم لابا، وعندنا أظهرة ممتازين بندر وإيرك، بدال ما يلعب إيرك باك يسار، لما يتقدم الفرق الثاني تلقى مساحة في هالجهة، وأغلب الأهداف يعني دخلت عينه من جهة إيرك، فيلعب خط دفاع ثابت 4 مدافعين، ويلعب على يعني مثل ما قلت مساندتي من خط الوسط، وعلى حسب السيناريو إذا تجدد يأمن في الدفاع. أنا بالنسبة لي شوف سعيد جمع، محمد شاكر، يحيى نادر، سالم عبد الله، ورافائيل، هذا تعتمد عليهم إنك تبني فريق للمستقبل. عقب تقدر تغير في خط الوسط. أنا بعد أشوف خط الوسط في الرديف في لاعبين يستحقون يلعبون فريق الأول، اللي هم سانتوس وأندريا. ففي الحالة فريق العين بيكون عنده تقريبا 7 لاعبين صغار في السن، تقدر تبني فريق المستقبل، تدخل عناصر اللي يعني عندها خبرة، محترفين على مستوى. تمنيت انهم يتعاقدوا مع المدرب مهدي علي، لكن للأسف شباب الاهلي تعاقدوا مع المدرب وقدم نتائج طيبة. من استلم المدرب مهدي علي لآخر مباراة ما خسر ولا مباراة، نتائجه جدا ممتازة. تكلمت أنا قبل وقلت إن المدرب يعني مهدي علي بيكون مدرب الأنسب للفترة الجاية، بس في بعض التعليقات قالوا المدرب مدرب أندية، مدرب منتخب، ولكن يعني رديت قلت إن المدرب يعني كانت ظروفه صعبة. نتكلم عن كأس العالم، كان مدرب ممتاز، مقدم مستويات ممتازة، ولكن لعبنا في مجموعة صعبة. بس أنا بالنسبة لي مهدي علي من أفضل المدربين، يمكن أعتبره حتى أفضل مدرب درب المنتخب الإماراتي، كلعب كأسلوب، وعارف شو اللي يبغي من المباراة، مو بالمدرب بيدرو. فأتمنى التوفيق للمدرب مهدي علي، وأتمنى التوفيق لنادي شباب الأهلي. بصراحة هالفترة قمت أتابع بصراحة شباب الأهلي، مستويات ممتازة، وبتابعهم إن شاء الله في دوري أبطال آسيا. أتوقع أنه إذا توفق المدرب مهدي علي فأتوقع أنه بيوصل لمراحل متقدمة في دوري أبطال آسيا، وإن شاء الله تلقيكم على خير. في أمان الله.